تحية حب واحترام وآم وسلام لكل مشاهدينا الكرام في كل مكان، ونحن نلتقيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوع سي في. نكررها دائما، نقول إنه إحنا بالسي في دائما نبحث عن الناس اللي يعني ما مهتمة للظهور في وسائل الإعلام أو بعيدة كل البعد عن اللقاءات التلفزيونية، فلذلك إنه إحنا نروح لهم حتى نسولف وياهم بطريقتنا الخاصة. دائما نقول إنه الضيف اللي يكون حاضر معانا لازم يكون عنده سيرة رياضية ذاتية تأهله أن يكون حاضر معانا، واليوم ضيفنا طبعا سي في زاخر على اعتبار أنه لعب بمحطات مهمة بحياته وعنده أحداث ممتازة جدا بحياته. نجم هادئ، مستوى بالملعب ثابت، وين ما يروح تشوفه علامة فارقة في فريقه، يلعب ما يلعب خلاص هادئ. ما في يوم شفناه طلع صرح على أي شخص سواء كان أخذ حقه أو ظلمه، أتكلم عليه بلقاء تلفزيوني خلاص إنه يقول إنه مستواي هو اللي يخليني أروح المنتخب الوطني أو يخليني أوقع بفلان فريق. ضيف اليوم طبعا من الشمال الحبيب، من يعني بدأ بدهوك فريق الشباب، وأيضا يعني لعب للفريق الأول في دهوك ثم انتقل لزاخو، بعدها اتجه صوب العاصمة بغداد حيث أسود العاصمة فريق أمانة بغداد، بعدها بسبب مستواه الجيد ذهب لنفط الوسط، بعدها بقى بالنجف، وين راح؟ لغزلان البادية فريق النجف، وبعدين عاد مرة ثانية لدهوك، ومن ثم بقى بدهوك للدور الدرجة الأولى، وسرعان ما شاهدناه مع أنيق العاصمة فريق الطلبة. ضيفنا لاعب للمنتخب الوطني مع من؟ مع مدربين لا يظلم عندهم احد، اللي هم راضي شنيشل وعبد الغني شهد. المدربين دائما يبحثون عن الاسماء اللي تأدي بالدوري بشكل طيب. بنفس الوقت مدربين الحراس احمد جاسم وسيل صابر ما ترددوا ولا لحظه في يعني استقطاب ضيفنا ليكون في المنتخب الوطني. اليوم طبعا هذا الضيف راح نحاوره على مدار الوقت القادم بطريقتنا الخاصة أو الخاصة ببرنامجنا، اللي هو الكابتن العزيز وصديقنا والأخ اللي متواجد في العاصمة بغداد دائما، اللي صار منا وبينا دولفان مهدي. أهلا وسهلا بك دولفان. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك أستاذ أمين، أشكركم على هذا الفرصة، إن شاء الله يكون مشاهدة ممتعة للجميع. دولفان لغتك يمكن أنت مو 100%. لا عربيتي يعني مقبولة تقريبا. مقبولة بس مو 100%. لا مو 100% يعني راح نخليك تكون يوم 100%. إن شاء الله. خذ راحتك باللقاء. لا أنا مرتاح إن شاء الله، مرتاح تواجدي هنا، وأنا أشكرك على هاي الكلمات الطيبة صراحة، يعني شهادة أعتز بها من الأستاذ الحبيب، ممنون منك. أحسن من أفضل الحراس في دورينا أنت، والدليل استدعوك المنتخب الوطني وكنت جيد في كثير من مباريات الطلبة، صح هذا الكلام؟ والله أكيد هذا الكلام يقل الجمهور، يقل الشارع الرياضي زين. بس يعني من الشهادة من المحللين الرياضة المحللين والمدربين المدربين وأيضا الجمهور الشارع الرياضي يعني كنت أفضل هذا الموسم الحمد لله شكر قدرت نقلنا كنت زين. الدليل حتى جمهور الطلبة يعني يهتفوا لك. نعم. شو يقولون؟ دلوا هيجي. والله بصراحة يعني هاي جمهور طلبة يعني جمهور محترم وواعي مثقف وصاحب فضل على دولفان مهدي وكثير من اللاعبين، وإن شاء الله دائما إحنا نقدم اللي يفرحهم إن شاء الله. زين دولفان مهدي، إحنا اليوم طبعا راح نسولف وياك بالصور اللي موجودة عندك. نعم. واللي قدرنا نحصل بيها من أصدقائك، من ناسك، من الفيسبوك. نعم. من المواقع التواصل الاجتماعي. زين جاهز؟ جاهز علي. انت الحراس من شنو تخافون؟ من شنو؟ الحراس من شنو تخافون؟ أقول لك من الدفاعنا. من دفاعك؟ لا من شنو نخاف؟ ما تخافون. زين يعني انت تخاف من المهاري أقصد؟ لا 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 والله اللي ما معروف اكيد هو يعني دائما اللي ما معروف. إيه؟ ما تعرف هو شنو امكانياته. زين لاعب الما معروف الما معروف هو يكون دائما اخطر. طبعا اكيد اخطر.
اللاعبين اللي مثلا تعرف امجد راضي تعرفه هذا يلعب راس طبعا تعرف يعني شنو قوة نقاط القوة مالته شنو يستعمل اكثر شيء تقدر انت يعني تحضر لهذا الشيء زين مثلا وقع والله وقعني مهاجم شرس ما تعرف يعني مرات يراوغ مرات يشود مرات يعني يلعب راسه اي كل هو مهاجم واعي ان شاء الله اتمنى له كل الموافقيه زين يلا خلي نروح انا داخلك اريد ادخلك بجو البرنامج نشوف الصوره شباب الاولى شباب هذه الصوره لاحظ هذه الصوره هذا الصورة كان 2009 2010 موسم اللي ما اخذ بها نايت دهوك اول درع الدوري اول درع الدوري انت بطل دوري طبعا ايه وياهم كان الحارس رابع مع كابتن عدي عدي طالب وهذا كابتن كاروان من الدهوك زين كان الحارس رابع هنا بس يعني ما شاركت ولا اسمي كان موجود بالقائمة بس المهم كنت يعني موجود مع الفريق وكابتن باسم قاسم كان رب الفريق زين اذا انت صاحب الدوري يعني صح عندك لقب دوري نعم زين المدرب كان وصف جبار وباسم قاسم وصف جبار نعم زين عدي طالب الان عدي طالب اعتزل اللعب دوري والله عدي طالب يعني هو كابتن قدوه لجميع الحراس زين واني من الصغر كنت وياه ومستفاد منه الجميع يعني بهدوءه وبالتصرفات باخلاقه زين اكيد مستفاد منه واتمنى له كل الموافقيه زين لو كنت مكان عدي تعتزل والله هو اخر مباراه لعب وشفته يعني ضد الجويه كان الدقه 90 كان يخلص الاخطر كرات الجويه هذه الكره بالجانبيه مال كان اخطر يعني حارس شاب يعني عمرنا ما يقدر يجوز ما يقدر يخلص هذا الكره زين والله على هذا العطاء يعني اشوفه بعد وقت طبعا نصيحتك لو قال لو باقي والله انا يعني هاي زايد مني انا الصحه لان هو انسان محترم انسان خلوق اتمنى له كل الموافقه كل الخير يستاهل اي يستاهل والله انت تستاهل كل الخير ممنون وهذا الانجاز الاول بحياتك في دهوك ايه كان 2010 لا تنساه اكيد يعني هو كان يعني فتحت عيني بالرياضة ولقيت هذا الإنجاز. لقيت هذا الإنجاز إنه أنت أول موسم إلك مع دهوك حققت لقب الدوري. نعم. زين. راح تسولف عن هذا الإنجاز لأطفالك بالمستقبل. أكيد يعني. طبعًا. أكيد طبعًا. زين. بقيت بدهوك بس ما حصلت فرصة لعب. ورا هاي السنة. لا أنا أقصد هنا بدهوك ما حصلت فرصة لعب. لا بس الدوري الإقليمي. في دوري الإقليمي لعبت. دوري الإقليمي. كم مباراة لعبت؟ والله وقتها اعتقد ثلاث مباريات اخر ثلاث مباريات لعب الدوري الاقليمي يعني كان يعني مباريات كان تحصيل حاصل زين انت مع دهوك رحت لدور الابطال دوري الابطال لا انا ورا هاي الانجاز يعني اجاني عقد من الزهق ورحت زين شوف الصوره القادمه هو انا جاي اشوفك بالصوره القادمه شباب شوفوا لنا الصوره الجايه هذا مباراه اربيل والزاخو هاي وزاخو فريق زاخو نعم انت بعدها رحت لزاخو نعم بس هذا مو ب 2000 مثلا 11 شيء هذا تقريبا 2013 اقصد انه انت المحطه اللي بعدها محطه اللي بعد دهوك رحت لزاخو صح نعم في زاخو الاجواء تختلف اكيد اجواء تختلف وانا كنت صغير بصراحه استاذ امين نعم يعني كان غريب علي البعيد من الاهل بعيد من العائله زين. لكن الحمد لله والشكر يعني قدرت استوعب الاجواء وبقيت بزاخو ولحد ما استمرت بالتدريبات وبقيت بزاخو ما طلعت زين انت بقيت بزاخو نعم زاخو فريق جماهيري كبير شان فريق جماهيري ولاعب من ينتقل من فريق جماهيري لفريق جماهيري يعني يراد له وقت حتى يكسب الجمهور يكسب الثقه الاداره والكادر التدريبي الحمد لله شكرا اول ما رحت يعني انا ما رحت الدوري العراقي هاي المباراه كان دوري العراقي نعم بس انا رحت اول ما رحت لزاخو كان رحت للدوري الاقليمي دوري الاقليمي اي ولعبت اساسي واخذت اخذت الثاني افضل حارس بالدوري هاي اول سنه والسنه الثانيه والثالثه اخذت افضل حارس بالدوري الكردستاني افضل حارس بالدوري الكردستاني مرتين على التوالي نعم زين ايش عجب ملعبك بالفريق الاول بالدوري العراقي منو كان حارس الفريق الاول كان كابتن نور صبري عدي ومنعم فليح منعم فليح لوقب اي كان هو كان يعني صار مثل ابن النادي يعني ابن النادي اي كان ساعدهم من الدوري التاهيلي للممتاز بقى وياهم زين ونور صابر حارس منتخب نور صابر طبعا حارس منتخب عراقي وجا يعني كان يعني بدايته بقيمته نعم ف زين شلون واحد يقدر يلعب بزاخو ضد دهوك وضد اربيل هسه هذه مباراه ضد اربيل
هذا مباراة ضد الأربيل، يعني مباراة ضد الأربيل وزاخو شوية بعيد من دهوك وزاخو، دهوك وزاخو كلش حساسية بيناتهم. زين. وأني مثل ابن محافظة دهوك. يعني أنا مدينة دهوك ساكن. وكنت ألعب للزاخو يعني شوية صعبة عليه، يعني من ما توافق بالمباراة يجوز يعني كثير من الكلام يوجهوه. اسمع. بس الحمد لله شكرا يعني جميع المباريات اللي لعبت ضد الدهوك ما رحت للزاخو كان موافق بيها، وواحد منهم كان نهائي كأس الرئيس الإقليم. فزنا بها 2-0 ويا الدهوك. انت كنت زين، بس اقول لك معلومه. نعم. يقولون انت ما تقدر ترجع الزاخو بعد، تعرف ليش؟ ليش؟ لان مشتكي عليهم. لا هذا اعتراف، هسه احنا بالاعتراف يعني شيء طبيعي، وهم يدرون وعلاقتي بيهم طيبه، وهسه لحد الان هاي اللحظه يعني عندي علاقات واتصالات بيني وبين اعضاء الاداره نادي الزاخو. زين انت ما مشتكي على دهوك؟ انا ما اطلبهم دهوك. ما اطلبهم؟ لا ما اطلبهم. فقط مشتكي على الزاخو. مشتكي على الزاخو وعلى النجف. وعلى النجف. النجف جايك هسه بعدين موضوع النجف. المهم مشتكي على زاخو. زاخو. الإدارة، على الإدارة السابقة ولا على الفريق ولا على منو؟ والله أنا مشتكي على النادي بصراحة، ما مشتكي على لا. وين وصلت شكوتك؟ وين وصلت شكوتك؟ والله شكوتنا يعني تعرف يعني يراد له وقت، لأن هم هم يجيبون دلائل ويجيبون الوثائق، فهاي شغلة المحاكم يراد لها وقت طويل وصبر. صبر. نعم. ما عندهم مشكلة معاك الآن زاخو؟ لا لا ما عندهم مشكلة. زين فاتحوك على الموسم القادم؟ وفاتحوني بله. مني له المعلومة؟ والله ما أدري، بس ما فاتحوني بين مرحلتين وفاتحوني. أنا بس هسه أنا مستقر من نادي طلبة، وأنا عندي ملتزم عقدي مع نادي طلبة، وأنا مع احترام يعني ما أقدر أفاضل أي نادي. زين. زين خلينا نشوف الصورة القادمة أيضا هي في زاخو. هاي المباراة كان مدرب الفريق كابتن علي هادي، علي هادي المرحوم علي هادي نعم ان شاء الله. وهاي المباراة كان ذكرى للاستشهاد المهدي عبد الزهرة. مهدي عبد الصمد، مهدي عبد الزهرة، عبد الزهرة نعم نعم لاعب الكهرباء المنتخب الوطني. هاي المباراة كان ضد الكهرباء. هذه المباراة ايش قد خسرنا 3-1 اعتقد هاي المباراة. نعم. اول دقيقة قولنا كابتن ستار ياسين، ستار ياسين، بعدين خسرنا 3-1. منو هذا الستة؟ الستة ديار ياخي، هسه كابتن فريق النوروز. كابتن ديار ياخي. نعم. واللي حسن زبون، كابتن حسن زبون هذا كان هذا 8-8 اعتقد. يونس شكور. يونس شكور 13 منو؟ 13 هذا المحترف برازيلي كان. محترف برازيلي. برازيلي نعم. والورا كان محمد، كامران محمد وفرحان شكور. فرحان شكور. اذا هذا الفريق اللي 90% من المحافظة يعني من الاقليم. من الاقليم. من الاقليم نعم. بوقتها كان الوضع يمكن فريق زاخو يمر بوضع مادي صعب. نعم صعب. بس هم بقى يعني كان يعني مكان دافع، كان يبقى مكان دافع دائما بالمناطق الدافع. فريق زاخو دائما بالمناطق الدافع، يعتبر فريق من الفرق القوية في دورينا مو؟ نعم. هو اكثر انجاز نادي زاخو جاب الدوري الاخير، كان خامس على الدوري. خامس على الدوري. خامس على الدوري. هو بالمناسبة من الخامس للثامن دائما. نعم. فريق دهوك، ادارة دهوك، ادارة زاخو عفوا، والجمهور زاخو يعرف نفسه انه هو هذا مكان الطبيعي. عندهم طموح انه ياخذون لقب الدوري؟ هم اكيد عندهم طموح. زين. لكن طموح يعني يجي انت اليوم كرة القدم يراد يعني ما يراد الا المجاملات. زين. والمادة والعناصر يخليك تاخذ الدوري وتنافس على كل الالقاب. زين. انت وضعك كان ممتاز جدا في تلك الفترة. هذا كان اول سنة، لا هذا ثاني سنة كنت العب دوري العراقي. زين. كابتن محمد جميل والكابتن المرحوم علي هادي كان منطيني ثقة كاملة. زين. اول ما استلم من كابتن محمد جميل كابتن علي هادي انطاني فرصة ولعبت اول مباراة ضد الكهرباء بملعب النفط اللي كان انتهى بها 1-0. كنت زين بالمباراة؟ والله اعتقد كنت كان يعني ما اتذكر، بس كنت زين لان هم استمرت بالفترة طويلة بالمباراة. المباراة نعم. نعم. زين. انا يعني اللي اقصده انه انت لما صرت زين في هذه المباريات ما ترددوا بهذه الصورة اللي راح تطلع لك هسه. نعم. شوف الصورة القادمة شباب. الصورة القادمة تقول انه انت خلاص ما تردد واخذوك منتخب وطني. هاي هم كنت بزاخو ب 2016، هذا الدعوه جاني من الكابتن القدير سوير صابر، راضي شنيشل وسوير صابر. نعم. هاي المعسكر كان بماليزيا. نعم. خلال هاي المعسكر كان اكو مبارتين دوليه مع كوريا الجنوبيه الشماليه. كوريا الشماليه عفوا. الشماليه نعم.
هو احنا كان معسكر قبل هاي ماليزيا كان معسكر بقطر. نعم. بس معسكر بدون مباريات. زين. مر حكوا وياي الكابتن سهير صابر تحياتي له، قال لي ماليزيا عندنا مباراة ويا كوريا الشمالية راح اعطيك فرصة. زين. ومن حكوا وياي هيج يعني صار عندي دافع معنوي قوي كلش. نعم. ركزت ودربت يعني اكثر من طاقتي. زين. سبحان الله يعني تعورت بالكتفي قبل مباراة بيوم ثلاثة، فما قدرت اكمل يعني ايش قد يعني حاولت يعني اضم هذا الاصابه حتى بس يعني اسجل. وين انصابت؟ بالكتفي. بالكتف. زين. اصابه على مستوى الكتف. زين نسولف هذه الصوره، لكن بعد ما نذهب لفاصل قصير بعدها نعود ليكم الحديث مع الكابتن دوليفان مهدي. زين الكرام، بعد هذا الفاصل وكنا نتحدث قبل ما نروح الفاصل عن الدعوه الاولى للمنتخب الوطني، احساس ممتاز جدا انه انت حارس يعني شاب بصراحه بوقتها يعني من جاي دعوه كنت يعني خفت على الدعوه بصراحه. اها. لان كنت ما عندي خبره وكان شيء غريب علي بصراحه. زين. وقتها لكن الحمد لله شكرا من راحت الطيبه التعامل الكابتن راضي الشنيش والكادر التدريبي المنتخب الوطني يعني قدر يعني انسى هذا الخوف اللي. خمس حراس؟ اني كان قبلي ست حراس. زين. كان حتى دليل حاتم من الاربيل كان موجود بها. نعم. بس اني من رحت كان جلال كابتن جلال وكابتن محمد وعلي عبد الحسين. محمد حميد كان ريو دي جانيرو الاولمبياد. زين. وبعدين رجعت الكابتن محمد واني من طلعوا من رجع بهاي من الحراس الخمسه اني وعلي عبد الحسين. بس بصراحه اني رجعت من الاصابه ما رجعت مثلا. انت ما رجعت من الاصابه؟ لو كنت ما مصاب كنت ممكن والله تلعب. ما اعرف هذا يعني. بس اني من رجعت يعني حكوا وياي انت مصاب وفرصه يكون متاحه لك غير وقت. ماكو مشكلة انه انت بعد اهم شيء. لا اهم شيء يعني اخذ الدعوة. زين. اللي يروح منتخب وطني تصير بسهولة يرجع لفرق بغداد او اي فريق ثاني. اي واحد يروح منتخب وطني مجرد بس يدعوه للمنتخب الوطني يرجع ممكن يوقع وين ما يريد. صح؟ والله يعني لما سحبوك منتخب وطني وما تحس انه انت صرت لاعب منتخب وطني. هو يعني اكيد يعني هو شارع رياضي يحسب هذا الشيء، مو انت مثلا اني انا هسه مستقر في فريقي ومرتاح في فريقي رغم اني يجوز اكو يعني مثلا مفاتحات من غير انديه، بس لكن انا مرتاح في فريقي واني لا انا اقصد الحارس اللي اي لاعب مو على مستوى حراسه. نعم. اي لاعب يروح المنتخب الوطني اكيد يصير مزاجي. والله انا ما اعرف هذا الشيء، بس انا اعرف يعني يصير يعني بارز بالدوري وين ما يريد يقدر يوقع. هذا صحيح. صحيح. زين ولذلك انه انت رحت شوف وين وقعت. الصوره القادمه شباب في امانه بغداد. امانه بغداد. نعم. كنت لاعب بارز في امانه بغداد وهذه اول تجربه لك خارج محافظتك. خارج محافظه الدهوك. زين. صحيح. هذا كان يعني تجربه مقبوله بصراحه. تجربة زينة. أيه. زين شنو حقيقة هذا الكلام يقول لك مو كل لاعب يقدر يعيش بأمانة بغداد؟ والله يعني ما أدري عن الشيء يعني صراحة. أمانة بغداد يعني أنت تعرف يعني هو فريق كبير وصار له كم مواسم بالدوري. أنا اللي شفته هنا بصراحة كنت مرتاح هنا. كان كابتن أحمد خلف ومساعده وسام كابتن وسام وكابتن هيثم خليل. زين. كنت مستقر بالامانه بغداد وكنت حارس اساسي مع كان كابتن علي مطشار. ومن بعد كان معك بالحراس؟ شخص من دهوك كان حارس من 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 الموصل. من الموصل؟ يمكن؟ لا 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 كان واحد قبل علي علي عبد علي عبد الكريم علي حمرا علي ابو حمرا ابو حمرا ابو حمرا من المدينه يعني من هنا من بغداد. زين. ايه بس كان لا كان حارس هناك هم كردي كان من الاربيل قبلي. كان حارس هنا من الاربيل. زين. لا بالعكس تجربتي يعني استفدت من كثير يعني كسبت الخبره بهذا التجربه اللي صراحه كان اول تجربه لي خارج المحافظه مثل ما يقولون. زين. فكسبت الخبره كان تجربه ناجحه بصراحه. تجربه ناجحه في بغداد. خلدون ابراهيم كابتنكم؟ والله خلدون ابراهيم يعني هو قائد ولاعب خلوق ومحترم. اتمنى له كل الموافقه بال الاتجاه للتدريب. زين هذا رقم ثلاثة منه؟
رقم 3 كان هوزان آزاد هم من سليمانية. كان هوزان؟ هوزان آزاد. ها هوزان آزاد اي نعم. وين هذا؟ هو هسه بألمانيا مستقر هناك. كان لاعب ممتاز وقتها، كان لاعب مهم بأمانة بغداد. مهاري. مهاري. كم مرة مراوغك مسجل؟ لا هو هو وياي بالتمرين والله ما أتذكر، بس هو وياي دائما وياي يعني نلعب. نرجع لخلدون، شفت اللي صار بلعبة أمانة بغداد والديوانية؟ نعم. احكي لي على تصرف خلدون. والله هو يعني أكيد حالة عصبية والفريق يعني في مرتب المحرج. وهو ما شاف الحالة بالبداية، أعتقد هو البارحة طلع بالوسائل الإعلام واعترف بالخطأ مالته. هو هم كان بالبداية ما عرف يعني الضربة جزاء صحيحة، بس من مثل ما شافه وعرف الضربة جزاء صحيحة طلع اعتذر للوسائل الإعلام والجميع الرياضيين. أتمنى له الموافقية وأكيد هو استفاد من هذا الخطأ. زين، علاقتك زينة بأمانة بغداد؟ علاقتي زينة وياهم. أعتقد عندك حارثة مع أمانة بغداد قديمة؟ عندي. في ملعب زاخو يمكن؟ ملعب زاخو مش عندي؟ عندك حارثة مع أمانة بغداد؟ لا لا أبد ما عندك حارثة. المهم محطة مهمة وتجربة ممتازة جدا. تجربة استفاد من يعني استفاد من أخطائي، استفاد من كسبت الخبرة في هذاك الوقت. زين. زين هذا موضوع إنه مو كل لاعب يعيش بأمانة بغداد. ما سامع بي؟ لا انا ما سامع بي صراحه. زين خلينا شوي نرجعك للعلاقات الطيبه. نعم. بناسك وباصدقائك شباب الصوره الجايه ممكن راح افاجئك بصوره حلوه وممتازه. خالد مشير. خالد مشير جاسم حاجي. جاسم حاجي من اصدقائي مقربين بصراحه. هذا بطوله كان بانطاليا، بطوله رواد المنتخب. رواد دخل منتخب العراق. كنت بانطالي؟ لا يعني راح السفره وهم مجال هذا يعني صار صفه هنا مو رحت ويا المنتخب. زين. بس يعني قريب يعني كل الفرق كان مشاركه بالبطوله كانوا موجودين بنفس الفندق. زين. فدائما اشوفهم والتقي بهم وهم من الناس المقربين الي بصراحه. خالد؟ خالد وجاسم هسه. جاسم حاج وين باداره؟ هسه اثنيناتهم عضو باداره نادي الدهوك. نادي الدهوك. نعم. زين ممكن نشوفك في يوم من الايام بالاداره؟ والله اني مثل ما يقولون أنا لاعب وخدمت المحافظة الدهوك الكثير. زين. وشاهد الأخ صاحب شهادة يعني يجوز الواحد ما يعرف الله شيخه بالله. زين أنت خريج شنو؟ أنا خريج معهد تربية رياضية في الدهوك. أنت خريج تربية رياضية؟ معهد تربية رياضية. نعم. معهد؟ لو كلية؟ لا معهد. معهد سنتين؟ لا خمس سنوات، بس انا من الثالث مو من الثالث. ها من الثالث متوسط. من المهم الثالث. يعني خريج. اي خريج وتعين هسه انا معلم رياضي. انت معلم رياضي؟ معلم وين بدهوك؟ بدهوك نعم. زين هسه مجاز. والله هم يساعدوني بصراحه يعني. ايه اي نعم. بنروح للموضوع اللي شو اسمه. على العموم خالد مشير اللي حمل درع الدوري معاكم في اول موسم لك ما ممكن تنساه. وجاسم حاجي نفس الحاله. مو بس انا يعني كل الاهالي الدهوك الرياضيين ما ينسان هذا اليوم. وكان يوم مهم وعظيم في تاريخ الكره الدهوكيه مثل ما يقولون. بس هم يعني بصراحه مثل ما اشوف يعني ما مستلمين مستحقاتهم يعني اللي يستحقهم يعني هاي مو استحقاقهم يعني مثلا بالاداره هم يستحقون اكثر يعني شطهم مثلا. والله هم لا لا انا ما اعرف هذا الشيء استاذ امين، بس يعني اقول هم يستحقون اكثر لان هم اثنيناتهم يعني ضحى لنادي الدهوك، ضحى للكره الدهوكيه. زين. ومن ابرز اللاعبين بالمحافظه الدهوك. زين من ابرز اللاعبين. على العموم تحياتنا لكابتن خالد وكابتن جاسم اصدقائي المقربين، اصدقائك المقربين، اصدقاء الكل طبعا. الكباتن اخلاقهم طيبه ونتمنى لهم التوفيق سواء مع إدارة دهوك أو مكان ثاني. خلي أفاجئك بصديق آخر. أنت اليوم ما نجيب أصدقائك كلهم اليوم. أصدقائي محدودة. الصور أصدقائك محدودين؟ يعني محدودين بصراحة يعني أنا هنا يعني عندي أصدقاء يعني كثير من الرياضة أصدقاء، بس المقربين محدودين بصراحة. محدودين كم صديق نعم. عندك؟ والله يعني هسه أنا ما أحسب اللاعبين اللي وياه بالتمرين أو هيش مو يعني الصداقة اللي يعني ما عندي يعني حوالي تقريبا 7-8 7-8 زين. الصورة القادمة شباب ها صديقك ولا لا؟ اي والله هذا من 7-8 ها؟ هذا من 7-8 لا 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 يعني مثلا هذا والله شخص عظيم صراحة. ها اي والله انسان محترم.
زين وخلوق والسند اللي بصراحه دائما يعني مو من جامعه ثاني يجوز ثاني شيء يقول قليل بحقه اه بس هو دائما يعني صح فضل علي ودائما يخابرني و يعني يطمن على وضعي وصحتي وكل شيء زين ينصحك دائما والله دائما ينصحني ودائما يعني يشجعني يعني هسه الناس مرات يعني ينشر علي شفت انا كتب ايه والله مستقبل يعني حراسه العراق دوليفان مهدي شفته نشر بالانستغرام كان صح نشر هو ويعني يجوز يعني الناس يقولوا خاف هو جاملني بس انا يعني شخص مثل كابتن نور صبري يعني ما اعتقد يجامل اي احد مو لا انت كنت حارس جيد والله الحمد لله احنا قلنا اكثر من ناس يعني وقلنا دوليفان جيد شهاده يعني من حارس كبير مثل كابتن نور صبري يعني اشوفه شيء كبير لي ممتاز جدا هو صديقك في النجف هو بدهوك كان بدهوك وفي زاخو في زاخو وفي النجف ثلاث محطات ثلاث محطات زين في النجف هو جابك ها بالنجف هو جابك لا انا جبته انت جبته لا هذول قبل ها انت جبته حلو انت قلت لهم شو منور والله قالوا يعني انا وقعت احنا كنا حارس قبل ما يجي كابتن نور صبري زين انا وكابتن مهدي هاشم استعر الاصابه واحنا في وقت المحرج صراحه وكنا متواجدين لتركيا في معسكر تدريبي هناك يعني اداره توقع ويا كابتن نور صبري زين مرات يقول لك الحراس انتو مو تقول لاعب مثلا حراس يقول لك انا ما اجيب حارس زين بمكاني اجيب حارس ادنى من عندي حتى انا ابقى العب لا بالعكس يعني مثل كاب يعني لاعب منتخب وياك حارس منتخب وياك انت يصير عندك دافع اكثر زين تعبك وحتى تاخذ استحقاق وتاخذ مكانك حساني بنادي طلبة كابتن حسن أحمد وياي حسن أحمد لاعب المنتخب حارس منتخب بالمناسبة هذا مستقبله بالمنتخب الوطني يعني هو حارس منتخب بس يعني لكن يعني أنا جاي ماخذ العدد الأكبر من المباريات يعني هذا الشيء يعني يجوز يعطيني دافع أنا أتعب روحي أكثر حتى أخذ المكاني حتى ما أفرض المكاني زين وهو نفس الشيء يعني فأشوف هذا الشيء يعني من يعني حارس منتخب وياك أو لاعب منتخب وياك ما يأثر عليك زين فإذا أنت نور صبري أنت جبت للنجف شاقة لا والله بس بس أقول يعني هو وين ما يروح يخلي بصمات هنا ودائما إنسان محبوب للكل زين خلينا نشوف الصورة اللي بعتها أنت تقول نور صبري صاحب فضل عليك هذا الرجل مو صاحب فضل عليك نور صبري تعرف شنو يعني من قلت لي صح فضل عليه صح فضل عليه بال مني خابرك يعني زين. يشجعك او يخصص لك اخطائك زين هذا يحبك يعني مو مثلا يجاملك صح ولا اللي يطلع لك اخطائك او مثلا حتى باللبس من تلبس شيء هو يجوز يعني يعطي رايه صح باللبس يعطي رايه قلت نور حلو يلبس يعني هو نور حلو يلبس بالملعب هو انيق نعم صراحه بس هذا الشخص يعني كابتن محمد جميل يعني انا شو اقول بحق هذا الانسان قليل جدا لان هو اول انسان اللي انطاني فرصه وانطاني الثقه زين وصعب واحد يعطيك ثقه زين بس هو انطاني كل الثقه وهذا الشهره اللي هسه مثلا يعني بدون مدح يعني هسه هاي الشهره اللي حصلتها واللي وصل للمنتخب الوطني سبب هذا الشخص سبب هذا الشخص محمد لا. جميل صاحب فضل عليك وتنسى طول عمرك تعرف ليش صلامين ليش لان يعني انا اخر محطه يعني قبل ما اسافر للدهوك يعني ابقى الدور الرجاء ولا كنت نادي النجف زين والوضع السياسي بوقتها وكان هذا الفيروس الكورونا زين كان موجود يعني بالعراق ودائما حضرت جوال والوضع السياسي كان مو مطمن فالدوري كان يتاجل ويتغير الاتحاد كان يعني مصر يغير الاليات الدوري زين فأنا قررت بعد ما العب دور العراقي بصراحه لان متعب وانا قررت ما تلعب دور العراقي العب دور العراقي ابدا يعني كان متعب يعني اكثر من 13 14 شهر كنا نتدرب ونلعب وما يخلص الدوري زين فأنا سافرت للدهوك وقعت ويا نادي الدهوك دوري درجه اولى لعبت بين مرحلتين الموسم 2020 2021 اتصل علي محمد جميل قال لي أنا هسه بطلبة وأنا كنت أعرف هو بطلبة لأن كان علاقتنا مستمرة دائما أخاف قال لي أنا بطلبة وأريدك تجيني للطلبة زين أنت بس كابتن أنت تعرفني أنا هسه يعني مقرر بعد ما أقدر أجي للدوري العراقي لأن تعرف الدوري العراقي طويل
وبالاخص النادي طلبه اللي بوقتها بصراحه اني احكي لك يعني هو كان شرف لكل اللاعب اللي يرتدي الدريس النادي طلبه، لكن بس كان مصداقيه ما موجود بوقتها. زين بعد الاستشارة الوالدي على هذا الموضوع، الوالدي يعني وافق وشجعني كلك روح بغداد، شجعني اخذ هذا اجرب هذا التجربه. ومن طلعت للدهوك يعني قلت بيني وبين نفسي اكون لو او لا اكون يعني بهذا المحطة. حلو، تحدي تحدي بيني وبين نفسي يعني. زين والحمد لله شكرا يعني قدرت يعني احصل اللي اريده. قدرت تحصل على اللي تريده يعني؟ جيت بالطلبة تحديت نفسك وصرت واحد من افضل الحراس بدوري التلف. اي طبعا اكيد، انت من انا من جيت كان طلبه مرتبه كان 19 اسال امين. زين ووضع سيء وكان يعني ما حد يقدر يوقف بهدف الطلبه. زين بمرماها ما حد كان يقدر يوقفه. جيت وقفت انت وصلت وقفت والحمد لله بقينا بالدوري وكنت يعني بصماتي واضحه بالبقاء. زين النادي. شوف خلي اشوفك الصوره الجايه. شباب الصوره الجايه اللي هي راح نسولف فيها هنا كابتن الطلبه، وشوف هنا أنا يعني ملامح التعب وملامح العصبيه واضحه على وجهك. هذا احتفال يعني، هاي لقطه احتفاليه بصراحه. نعم احتفاليه بطريقه هستيريه هذه. نعم نعم، والاشاره الكابتنيه النادي طلب يعني نعم شرف وسمعه لكل اللاعب وفخر لكل اللاعبين. زين مهما كان اسمه ومهما كان تاريخه، لكن تاريخ الطلبة أكبر من الجميع وأكبر من كل الأسامي. زين وأنا الشرف إلي وفخور جدا استلمت إشارة هاي الطلبة. زين إذا أنت كابتن الطلبة، أنا جايك بهذا الموضوع. نعم. كابتن الطلبة دائما الكابتن هو حلقة الوصل بين من؟ بين الإدارة، بين اللاعبين والكادر التدريبي. نعم. صح؟ صحيح. مو شيء سهل انه انت تكون كابتن الطلبه. انت قبل شويه تقول انه الطلبه فريق كبير، فريق نعم له تاريخه، والطلبه اكبر من الكل، وهذا ما نتفق يعني ما نختلف عليه. نعم. فعلا نعم. زين انت بالطلبه بين ادارتين، رحت بالاداره السابقه وبالاداره الحاليه ككابتن الطلبه، كشخص مؤتمن على فريق الطلبه، كجمهور الطلبه يحبك. نعم. شنو الفرق بين الادارتين؟ يعني استاذ امين يعني راح احكي لك الوقت اللي جيت بيها نادي الطلبه والاداره كابتن علاء كاظم. زين بصراحه يعني وقت قصير جدا. زين وقت قصير جدا يعني حتى ما لحقت اواجهه. زين يعني هو يعني من وقعت كابتن علاء دزاليا اللي شرطنا عليها وقعت واستلمت وراها يعني مبارتن وما بقى. اجا هيئه المؤقته يعني من الناس، بس الفرق بيناتهم مصداقيه. بس المصداقيه هاي الاداره برئاسه الدكتور علي حميد، هاي تحياتي له. نعم. شخص جاي رجع لهيبه الطلبه. ها جاي رجع هيبه الطلبه. هيبه الطلبه جاي رجعه. زين نعم. جاي رجع هيبه الطلبه انه يقول لكم تستلم كذا يستلم كذا. مو بس كذا يعني كذا. جايبني الملعب طلبة اللي بالحي القاهرة، وجاي يصفي ديون اللاعبين اللي على ذمة الإدارة القبل. هو يريد يرجع لهيبة الطلبة، وشخص جاي يعمل بكل الأوقات صراحة، حتى خارج العمل أو خارج حتى وقت الإجازة جاي يشتغل ودائما يجتمع بالأشخاص اللي يطلبون نادي الطلبة. زين اذا المحطه مهمه بحياتك الطلبه، حتى يقولون انه انت تجيب هدايا للجمهور. انا اجيب هدايا للجمهور؟ يعني مثل شنو هدايا للجمهور؟ يعني ما وصلتني معلومه هيك. علاقتك بالجمهور زينه اقصد؟ والله استاذ زينه وعلى هدايا مثلا بسيطه. والله استاذ امين انا علاقتي زينه بالجمهور. انا يعني انا قبل ما يصير علاقتي انا شخص محترم وشخص احترم نفسي قبل ما احترم المقابلي، وانا تربيتي يعني من والدي ووالدتي يعني هذا الشرف بي صراحه. انا هم ربوني باحسن تربيه فعلا والله. فاني انا بغير مستواي وبغير. لا ترى بالمناسبه لا تفهم خطا. لا انت علاقتك طيبه بالجمهور. والله علاقتي طيبه. ترى بالمناسبه يستاهلون جمهور الطلبه. هم يستاهلون ماي العين. بس تعرف شنو يعني هسه اي انسان والله العظيم اي انسان يطلب مني شيء اعطيه، بس اللي ما يطلب مني شيء ما اعطيه. زين يعني واني من اعطي مثلا اعطي دريسي شفي هاي تكرم من يعني هاي شغلات، ما مثلا اعطي شغلات الماديه او غير ماديه. زين واني هنا بطلبه انا باقي هنا بمستواي وباخلاقي ولا غير. زين خلينا نشوف الصوره الجايه.
الصورة الجاية شو تقول؟ تقول نفط الوسط وصالح سدير في نفط الوسط. هاي في نفط الوسط نعم. محطة مهمة بحياتك نفط الوسط؟ شلون صارت؟ والله نفط الوسط أكثر من رائع كان صراحة. أكثر من رائع. أكثر من رائع. زين. بالمناسبة قبل ما أروح للنفط الوسط أنا قبله كان متفق ويا الإدارة الطلبة بس لكن قلت لك يعني الإدارة السابقة اللي كان مرحوم قاضي حجر الزق والأعضاء اللي وياه كان ما وفروا اللي طلبت منهم فجبرت أسافر للنجف ووقعت ويا النفط الوسط. وقعت مع النفط الوسط؟ وقعت لموسم واحد وقعت لو موسمين؟ لا موسم واقع موسم واحد وقعت. أنت يقولون توقع موسم واحد بأي فريق؟ إيه والله وين ما أروح أوقع موسم. ليش موسم واحد؟ تخاف؟ لا مو أخاف بس حتى مثلا ما حد يسيطر علي. ما حسيت حتى ما حسيت دائما يروحك وتروح لا مو هيك يعني مثلا بس يعني حتى مثلا انا مره صار بيا زاخو كان اجاني عقد مغري من الميناء زين 2015 16 تقريبا زين انا شنو متوقع ويا زاخو سنتين يعني منطق استغنى ما انطاني استغنى وجبرت وقعت بثلث من العقد الميناء زاخو ايه هي كان عقدك بالميناء والله انطاني ميناء بوقتها تقريبا يعني 2014 كان 140 150 مليون 150 مليون ايه كان جاب لي يعني كان يعني عقد رسمي زين حتى عند زول كتاب لنادي الزاخو ايه لكن نادي الزاخو ما وافق يستغنون عني ما وافق ابد يعني فلذلك قمت انت كل موسم ايه وين ما اروح اوقع بس موسم موسم واحد زين كابتنكم صالح سدير كابتن صالح سدير والله هو شخصية نادرة بالدوري العراقي بصراحة شخصية نادرة بالدوري العراقي واتمنى له كل الموافقة هسه هو مستقر بأمريكا الجنوبية واتمنى له كل الموافقة هو وعائلته يقولون كان بالتمرين في فولات وهاي عليك دائما يبقى صح دائما يبقى لنهاية يقول لك دل وابقى خلينا نشوف نبقى اني وياه هو هم هو يستفاد واني شنو استفاد انت تستفاد طبعا اكيد يعني هو مني يشوف يقولون اذا مرتاح صالح سدير بالفاول هدف احتفلوا كابتن صالح سدير اذا يكون مرتاح بالنفسيا كان يطلع احسن لاعب بالمباراه زين احيانا يتدخل بعمل المدرب والله انا ما اعرف هذا الشيء بصراحه لا بالملعب اقولكم وخلاص عفونا احنا اعرف بحالنا بالملعب هو شخصيته هيك يعني هو شخصيته هيك هو شخصيته زين تحياتنا صالح سدير تحياتنا صديقنا وحبيبنا واخونا واحسن لاعبينا زين اللي جابك نفط الوسط محمد عبد الزهر محمد عبد الزهر نعم صح صح حارس منتخب شباب العراق السابق نادي الزوراء مثل نادي الزوراء لاعب نادي الزوراء صح آه. وايضا محمد عبد الزهرة هو ابن النجف وقعد نفط الوسط جابك وين شلون عرفك والله الرجال يعني الصبح كان خابرني قاعد اول ما قاعد من اليوم من النوم اتصل علي رقم غريب جاوبته قال لي شنو ايش قص حرة صار بطلبه بوقتها مو قلت له يعني اتفقت ويا الطلب وكان منتظر اذا زولي الشروط زين ايه فقال لي ابني هيك وهيك يعني انت رايدك رايدك بقوه وبنادي نفط الوسط وكان نفط الوسط كان بطل دوري نعم جيد جدا يعني قبلها بسنتين ماخذ دوري زين فاني توكلت على ورحت هناك توكلت على ورحت عشان موافقه بالمسيره بصراحه ويا ليش ما بقيت؟ لا تعرف ليش؟ لان من راح لهذه الصوره القادمه شباب شوفونا الصوره الجايه لما راح للنجف اخذك وياه اخذه وياه واخذني بقوه بصراحه هم هناك يعني هم رادني بقوه وكان اداره جديده للنادي كان راسه الدكتور رضوان كندي كان جديد جاي نعم. ما يعرف على اللاعبين هو يعني جبر الاداره يوقعون وياي ايش قد عقدك كان هنا المده له المبلغ مبلغ هنا بنجف 70 ايش قد تطلبهم استلمت 9 بس تطلبهم مش قد 61 هسه؟ لا مو قلت لك بالنجف صارت الوضع السياسي والدوري الدوري تغيرت زين صار مجموعه وصار بعدين يعني فري اي فريق يشارك او ما يشارك براحته ايه براحته فهم اداره يعني جبر قعد ويانا نزل من عقودنا 30 او 40% تقريبا زين من المجموع جمال زين انت مشتك على النجف انا مشتك عليهم بقى يعني استلمت بس 9 ملايين من هذا المبلغ الاجمالي ايش قاعد تطلبهم هسه والله ما ادري بصراحه يم المحامي يم المحامي اي والله لان ما اعرف 39 و9 هيك شيء المفروض تطلبهم 30 40 مليون زين إيه. تتوقع يرجعوك فلوسه والله انا هسه حتى احساسك شو يقول والله مخليني على الله بصراحه
بس جاي يعني جاي نشوف يعني ادارات الانديه هسه جاي يتهمون بهذا الامر. زين اذا تفاوض وياك اوافق بخمسه تبيعهم؟ والله مو قصه الخمسه وما خمسه، انا اولا هسه ما اعرف ايش قد عقدي موجود يمهم صراحه. زين ايه بس اذا يفاوضون وياي اكيد يعني يجوز ان نادي النجف افضل هذا الامر. تفضل الامر. ايه زين اذن حتى النادي الزاخو هني. زين الفرق بين إدارة النجف ونفط الوسط، شنو الفرق بين النجف ونفط الوسط؟ والله الدعم المؤسسة بصراحة. تقصد منو أفضل؟ نفط الوسط؟ هو نفط الوسط أفضل من إدارة النجف. بالنسبة للجمهور؟ بالنسبة للجمهور؟ إيه؟ هو طبعاً نادي النجف فريق جماهيري. فريق جماهيري، نعم. زين. أنت الدور جمهور ولا دور فلوس؟ ها؟ الدور جمهور ولا دور فلوس؟ منو؟ أنت. أني؟ إيه؟ والله أني أول شيء أرضي الله من نفسي. زين. وفلوس يجي وجمهور يجي. كل شيء. شقا وياك حبيبي. زين. شوف. بعد هذه الحادثة رحت الفريق. شوف الفريق اللي رحت له. رحت لدهوك. نعم. بدور كردستان. أنا رحت لدهوك هذه المباراة لا دوري العراق هذه المباراة. دور الدرجة الأولى. هاي درجة أولى دور العراقي المباراة التأهيل بالبداية. زين. لعبنا يعني كان بالمحافظة تأهيلي بالمحافظة بالبداية. زين. أنا من رحت الدهوك يعني بصراحة أنطاني الكافة الاحترام ورحاب الصدر رحبوني. زين. أنا كان مرتاح بالدهوك. كلش مرتاح بس لكن قلت لك يعني جاني عقد. من الطلبة. من الطلبة و. حبيت هاي التحدي بصراحة. حبيت التحدي ورحت خلاص. الحمد لله شكرا. زين انت بدور الدرجة الأولى لعب الدرجة الأولى ما حد خاورك ما حد اتصل بيك قبل غير الطلبة. قبل ما يبدي دوري بلا خابروني الأندية بس أنا ما رحتهم مثل من خابروني؟ ديوانيا خابرني. كان اكو بعد فريقين خابرني بس ما أتذكر نفط ميسان أعتقد. زين. ما صار دي مو قلت لك أنا يعني كان عندي حتى عقد من بغداد. زين. من أندية من بغداد بس أنا مقرر كان مقرر. أنت مقرر خلاص تبقى بدهوك. إيه قرار كردي من يقفل خلاص. إيه والله. تعلمت عربي؟ والله الحمد لله شكرا بعد. هسه والله زين أنت باللقاء كله زين. زين الحمد لله. زين باللقاء. زين شنو اللي ما تعلمته؟ ما علمته؟ اللي ما تعلمته بالعربي. والله ما اعرف بعد مثل. يعني بعد هو بالحكي يجي ما اعرف يعني بالحكي يجي إيه؟ تعلمت تطبخ ها انا اصلا انا طباخ انت اصلا طباخ احسن شيء تسوي شنو احسن شيء انا بصراحه يعني صار مني يعني يجوز اصدقائي يعرفون انا كنت قبل عندي وزن زين كنت وزن بس هسه انا مغير نظام الغذائي النظام الغذائي زين وفاني الاكل اللي اسويه كله صحي ودايت صح ودايت صح لما ودايت. نزل وزنك وصار جسمك زين شوف وين رحت بس بابا شوف خلا افاجئك اليوم هواي فاجاتك مو رحت منتخب وطني اي والله مو اي رحت منتخب وطني رحت منتخب وطني دعوه الاخيره دعوه الاخيره نعم. مع عبد الغني شهد مع عبد الغني شهد غازلك يريدك النفط الوسط ها غازلك وداك منتخب وطني حتى تروح النفط الوسط ما يخالف والله هو انسان محترم وانسان شجاع بصراحه كابتن ابو حيدر نعم وايضا كابتن احمد جاسم يعني وجههم تحيه زين بصراحه هو أنا رحت وصلت بهذا المكان وبتعبي وبجهدي والمستواي زين لكن هما ما أكلوا حقي أنطاني يعني يمكن مستحق لهذا استحق لهذا الدعوة زين كنت تتوقع تلعب والله أنا من رحت كان يعني وقت ضيق زين مو جلال انصاب محمد حميد ما أعرف إيش بيه فهد تعور كنا نتوقع أنت تلعب إيه بس كان وقتها من عور الجلال وكابتن فهد يعني وقتها ماكو مثلا ما يقدرون يضيفوك لا مو اضافه كان الفيفا داي ماكو اللعبات مال المنتخب ماكو وقتها زين لعبوا تصفيات كاس عالم لعب فهد طالب ولعب بس المباراه الوديه اللي كان بغداد قبل مباراه الامارات كونغو لا مو كونغو لعبنا مع الكونغو مع زامبيا نعم يعني كان من كان كابتن احمد راضي يعطيني فرصه بصراحه زين لكن
الكابتن عبد الغنيش كان يريد يعني يشوف اللاعبين خلاص يعني عدنا كثير يعني قبل ما نسافر للمباراه راضي الثبات على التشكيله وراضي يشوف اللاعبين زين فق هو بلغ الكابتن يعني حارس واحد يلعب هذا المباراه زين انت ندمان لين صرت حارس مرمى لا والله بالعكس ما ندمان شوف هذا 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 الشخص اللي راح يطلع تخليه يصير حارس مرمى نصيحتك له هاي ابني هذا ابنك هذا بايان بايان اي نعم شنو يعني بايان يعني نتيجه انجام نتيجه 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 نعم ها نتيجه بايان يعني نتيجه نتيجه ايه هذا بايان دوليفان مادي بايان دوليفان نعم زين تخلي يصير حارس مرمى من يكبر والله هو الله كريم خليه يكبر هسه الله كريم تخليه يصير حارس مرمى والله اذا عنده موهبه ليش لا زين تخليه بالرياضه والله هو هسه يعني هسه هو اكبر من هذا العمر هو هسه تقريبا راح يوصل لسنتين ونص تقريبا عمره زين هو محب الكره يحب الكره انا مو اقصد شو اسمه نعم تشتاق وياك بالبيت لو لا والله هو ما بعيد مني وكل شيء ان شاء الله ها كل شيء قاعد تشوفه والله على اتحاد اتحاد اللي يجلوا الدوريه الله يشوفهم زين تشتاق له ها اكيد يعني هو يعني تدري ابن وصغير انا اشوفه ماكل حقه انت ماخذ حقه ماكل حقه يعني لا ان شاء الله تشوفه ان شاء الله يعني خلاص نتمنى من هذا التوفيق طبعا للو شوف انا بديت اقترب من وقت البرنامج الختام عندي كم سؤال سريع نعم. هل انت مع ضد او مع او مع الاستعانه بمدرب اجنبي لتدريب حراسه المرمى في العراق تدريب حراسه المرمى في العراق ايه مدرب اجنبي ويا ولا ضده هو هسه مدرب اجنبي موجود بالعراق غير اللي انت لو كان القرار لك لو قلنا لك دوليفان راح نجيب مدرب اجنبي يدرب حراسه المرمى تقبل ولا لا بكل شجاعه احكيها اقبل تقبل ايه مدرب اجنبي نعم شبيه المحلي لا اقبل اجنبي تقبل مدرب اجنبي انا مع الاجنبي نعم انت مع الاجنبي نعم زين اذا قلنا نريد مدرب اجنبي يدرب المنتخب الاول مو مدرب حراس قلت مو مساعد مدرب حراس اي نعم زين ما فهمت ليش مو مدرب محلي ليه يعني انت هسه قلت مدرب حراس مدرب حراس اجنبي اجنبي لو عربي اي عراقي قلت اجنبي اجنبي نعم. ليش اجنبي حتى يعطي كل واحد حقه ليش المحلي ماكل حقك لا 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 مو ماكل حقي ها. بس يعني حتى كل واحد يعطي حقه زين صح زين انت من صار مدرب اجنبي اخذت حقك انا كان ما موجود بالدوري العراقي يعني فتره اللي كان مدرب اللي ويا كاتانيش كان ما موجود بالدوري العراقي موجود بالدوري العراقي يلا المدرب الاول للمنتخب الوطني تريد اجنبي ولا محلي محلي الاجنبي مدرب الاول محلي مدرب الارتيدا محلي؟ نعم زين ليش مو اجنبي؟ مو اجنبي كاتانيش وضع زين بالمنتخب المحلي كل شيء ما حصلنا منه ممكن اقول محلي انا مع المحلي انت مع المحلي؟ ايه نعم زين عندنا ثلاث دقائق اخر ثلاث دقائق بالبرنامج ثلاث لاعبين تتمنى يلعبون وياك المحليين؟ فريقي غير؟ احمد ابراهيم نعم سعد ناطق وسعد عبد الامير كلهم مدافعين نعم حتى تامن حتى نرتاح شوي زين افضل لاعب العراق افضل حسب وجهه نظرك حاليا ايه والله اعطيني افضل لاعب العراق يلا دلوه يعني لو اكثر من واحد لو ولا واحد صراحه اكثر من واحد اعطيني اثنين يعني هسه مهند علي ميمي ميمي زين بشار رسان وبشار رسان اثنين بعد هذول يعني هو مواهب زين باقي بالطلبة ان شاء الله ان شاء الله دوليفان مادي نعم الوقت خلص وياك شكرا جزيلا انا ممنون وسعيد جدا بتواجدي هناك هذا على قناة شاشتكم شكرا جزيلا ممنون. اما انتم احبتي المشاهدين فشكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعة اجمل تحياتي انا امين شراد وفي الاعداد ياسر عامر الى اللقاء